يعني انا هسه ومن هاي القناه وملايين يشوفوها عراقيين وسعوديين، اذا عندكم واحد شجاع مثل قاسم سليماني مستعد يجي يموت لاجل العراق ومستعد يقود معركه لاجل العراق ومستعد يتجول بين محافظات العراق ومستعد يضحي لاجل العراق، لو كان في شخص سعودي سليماني يضحي من اجل ايران وليس من اجل العراق، لاجل العراق وتحرير محافظات العراق. هسه انا اقول يريد يجي يموت السعودي قاتل يحرر لي الموصل لاجل السعوديه، أنا أضمن له موافقة الحكومة العراقية والفيزا وموافقته ودخوله، أنا أكفلها. سفير متحم لا 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 تحملون مستشار عسكري. لو كان عندهم واحد شجاع ومستعد أن يضحي لأجل العراق خليج اثنين. الصوت السعودي هذا هسه أنا أرجعها عليه، الحماسة هاي اللي يعترض بها على قاسم سليمان. من المستشارين الأمريكان قواعدهم ملأت الأرض العراقية. لما يطلعون بصوت عالي يقولون ليش المستشارين الامريكان وليش الوجود البريطاني وليش الوجود الفرنسي وليش الالماني وليش الاسترالي وليش غيره، ليش ما طلعوا بهذا الصوت يتحدثون؟ اذا هاي مو دول مجاوره، لا 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 هذه الدول دول